تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، التحالف الوطني يطلق أكبر مبادرة إطعام لدعم 5 ملايين أسرة مستفيدة. شكري يلقي كلمة مصر خلال مؤتمر صوت الجنوب تحت الرئاسة الهندية لمجموعة 20، ويؤكد ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع مختلف التحديات. بعد أيام من المواجهات، روسيا تعلن سيطرتها على سوليدار الأوكرانية، وكييف تؤكد أن المدينة ما زالت تحت سيطرتها. 3 مساء في القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق، بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام. وأوضح التحالف في بيان له أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، حيث تم التخطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات ثلاثة. أشار التحالف إلى أن مستوى التنفيذ الثاني هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها، وفق قاعدة بيانات التحالف الوطني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نهى طلعت، أمينة سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دكتورة نهى، حدثينا عن تفاصيل المبادرة وآلية التنفيذ الخاصة بها. مساء الخير على حضرتك. هو مبدئيا المبادرة يعني تم إطلاقها اليوم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت عنوان خيرك سابق، وهي مبادرة يعني تعد الأكبر في تاريخ جهود الحماية الاجتماعية في مصر لإطعام يعني أكبر عدد أو توفير طعام آمن واللائق لأكبر عدد من الأسر. إن شاء الله إحنا مستهدفين بشكل مبدئي حوالي 30 مليون مواطن، يعني متوسط حوالي 5 مليون أسرة. إن شاء الله هنقدم لهم خدماتنا على أكثر من مستوى. المستوى الأول هيكون إمداد مجموعة من الأسر بكارت، يعني هو كارت مشتريات يقدروا إن هم يحصلوا على السلع الأساسية من خلال المنافذ المختلفة، والكارت ده هيبقى مشحون بقيمة نقدية يقدروا إن هم يحصلوا على كل يعني ما يحتاجون من سلع غذائية أساسية. الحقيقة المستوى الثاني هو توفير كراتين معدة مسبقا داخل مؤسسات التحالف، وبتكون شاملة كل برضو الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية اللي تحتاجها أي أسرة. وإن شاء الله إحنا هنعملها بشكل إنه يكون يضمن تحقيق الأمن الغذائي للأسرة لمدة يعني شهر منذ بداية استلامها وحتى انتهائها، ثم تجديد تاني إعطاء الأسر للكراتين. ده بالإضافة للمستوى الثالث وهو وجبات الإطعام الجاهزة، وإحنا إن شاء الله في يعني النهاردة بدأنا لإطلاق مجموعة جديدة من المطابخ، مطابخ الخير، هي موجودة على مستوى جميع المحافظات. إحنا بالفعل كنا بادئين في إعداد هذه المطابخ وكانت بتقدم مساعدات موسمية، ولكن في فترة قادمة إن شاء الله هيكون التشغيل بشكل يومي منتظم عشان نغطي أكبر عدد من الأسر بوجبات ساخنة جاهزة. الأسرة لو متوسط عدد أفرادها 5 أفراد فهم بيحصلوا في اليوم على 15 وجبة، 3 وجبات بيحصلوا عليهم من خلال مطابخ التحالف. إن شاء الله يعني إحنا هل هذه الوجبات وهذه الكراتين تقدم بشكل مجاني أم بأسعار مخفضة؟ لا، بشكل مجاني 100%، لأن لا نحصل على أي مقابل ولا حتى رمزي مقابل هذه الخدمات الغذائية، يعني سواء الكراتين أو الوجبات أو الكروت أو بطاقات الشراء. كل الحاجات دي مجانية 100%، وهي يعني مدعومة ومبولة بالأساس من أموال التبرعات ومن الموارد الذاتية للمؤسسات. وإن شاء الله يعني بسبب إنه يتم التوسع في هذا الصدد، إنه يبقى فيه عدد كبير جدا من كمان المواطنين اللي في المناطق النائية ومناطق الحدودية هنوصل لهم بكل الخدمات دي بشكل. على أي أساس بيتم تحديد قاعدة البيانات للمستحق؟ يعني من يتقدم ويتقدم لمن؟ كيفية الحصر؟ كيف ستصلون؟
هو الحقيقه احنا عندنا بالفعل قاعده بيانات منقحه، تم عمل بحث اجتماعي لعدد كبير جدا من الاسر، ملايين الاسر، ولكن احنا ما زلنا فاتحين الباب عن طريق يعني مؤسسات التحالف وعن طريق الجمعيات القاعديه الشريكه. والجمعيات القاعديه الشريكه الحقيقه هي متواجده يمكن في كل قرى ومراكز مصر، فاي يعني اسره تحتاج الحصول على هذا الدعم مرحب بيها جدا ان هي تقدم يعني الطلب او تملى الاستماره الخاصه بالحصول على الدعم الغذائي، ويعني على طول بيتم الاستجابه لهذا الطلب وبيتم ضمهم كمان لقاعده البيانات بعد التاكد من عمل بحث اجتماعي. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتوره نهى طلعت امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 591 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 289 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 51 طنا، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 229 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 3680 قضية، من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و 142 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 804 أطنان. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه بعد استقرار مجلس الأمناء على محاور الحوار الوطني الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تم تحديد قضايا هذه المحاور للخروج بمخرجات فعلية يتم رفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كانت مقترحات بتشريعات أو بقرارات. وقال المنسق العام للحوار الوطني خلال تصريحات إعلامية إن مجلس الأمناء عقد 18 اجتماعا منذ تشكيله بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والخبراء، مؤكدا أن كل من يشارك في الحوار الوطني يثق في جديته. أشار رشوان إلى أن الحوار الوطني سيبدأ قريبا جدا، وأنه سيكون هناك 3 أيام في الأسبوع ستناقش فيها المحاور المختلفة. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول زيادة السكانية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني. ويتناول الصالون مناقشة محاور عدة، منها خطر الزيادة السكانية وكيفية تحقيق التنمية المطلوبة في ظل الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد والمواطن وعلى مستوى معيشته وأيضا على سوق العمل. شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية إدراكه أن الوصول لطاقة نظيفة لكافة الدول والتحول في الطاقة لن يتحقق دون ضمان التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا للدول النامية، منوها بإطلاق مصر للمنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد. وخلال مؤتمر المناخ تمت مناقشة هذه القضية في مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ بشكل تفصيلي. وكذلك أكد أن كل هذه النقاط تم التناقش بحولها أو بما يخصها في قمة العشرين، حيث أكد شكري ضرورة تبني خطة واضحة ونهج شامل للتعامل مع مختلف التحديات، مشيرا إلى أهمية مجموعة العشرين في توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت مناسب للتحديات التي تواجهها دول الجنوب، معربا التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار الأوكرانية. وفي رد على تصريحات روسيا، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن الوضع في سوليدار صعب للغاية لكنه ما زال تحت السيطرة. مدينة سوليدار قطعة شطرنج جديدة على رقعة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا بعد نحو 11 شهرا على بدء الأزمة. المواجهة في المدينة ما زالت مشتعلة، وما بين محاولات سيطرة واستماتة دفاعية يقف العالم مترقبا لما ستسفر عنه المواجهة في هذه المنطقة المهمة. أحدث الإعلانات الرسمية بشأن المدينة الأوكرانية جاء على لسان وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت سيطرة موسكو على سوليدار، مشيرة إلى أن تلك السيطرة ستسمح لقواتها بقطع تقدم القوات الأوكرانية إلى بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير. ففي هذا الإطار تتمسك موسكو بتحقيق النصر هناك بأي ثمن. ووفقا لتصريحات مختلف المسؤولين الروس، فإن سقوط سوليدار يعني بالنسبة للجانب الروسي تحقيق نجاحات استراتيجية في التقدم نحو مدينة باخموت المهمة التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات باتجاه الجنوب الشرقي. وهو ما يعني أن السيطرة على المدينة سيمنح الروس إمكانية شن القصف المدفعي على باخموت بشكل ناجح. في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة، مشيدا بثبات قواته في المواجهة. أما مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك فقد وصف في وقت سابق المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على مدينتي سوليدار وباخموت في شرقي أوكرانيا بأنها الأكثر دموية منذ بداية الأزمة. وما بين تصريحات هؤلاء وأولئك فصل جديد من فصول الأزمة الأوكرانية الروسية التي ما زالت تلقي بظلالها على العالم بأسره. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت 16 غارة على مجموعات تمركز للقوات الروسية وخمس ضربات أخرى على مواقع مضادة للطائرات وأنظمة صواريخ تابعة للجيش الروسي خلال 24 ساعة. من جهة أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية للإقليم بجنوب أوكرانيا أعلن أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة، موضحا أن القوات الروسية أطلقت نيران المدفعية الثقيلة على المنطقة. وعانت بلدة مارهانيتش من سقوط 12 قذيفة معادية دون وقوع إصابات. قال رئيس الإدارة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك إن التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا دفاعية بطبيعتها وتهدف إلى ردع الخصوم المحتملين عن التصعيد أو الاستفزازات. وأشار بولشوك إلى أنه في ظل الوضع العسكري والسياسي الحالي تم نشر وحدات إضافية من مجموعة القوات الإقليمية الروسية البيلاروسية المشتركة على الأراضي البيلاروسية منذ أكتوبر الماضي. أعلن وزير الدفاع الفرنسي سبيسيان لكورنو أن بلاده ستدعم أوكرانيا بدبابات من طراز AMX-10RC في غضون شهرين. وأعرب لكورنو في بيان عقب إجرائه محادثات مع نظيره الأوكراني عن أمله في أن يتم تسليم الدبابات بحلول مارس المقبل، مؤكدا دعم فرنسا لأوكرانيا بشكل عام في أزمتها ضد روسيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب بالحصول على دبابات
من طراز ليوبارد 2 والتي يستخدمها العديد من الحلفاء الأوروبيين بما في ذلك ألمانيا وبولندا وفنلندا وهولندا التي تدرس إرسال دبابات من طراز تشانجر 2 لأول مرة. أعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.1% في نوفمبر الماضي. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الشهر الماضي سجل أقل نسبة زيادة في أسعار المواد الغذائية منذ عامين، وهي مؤشرات إيجابية حول تراجع التضخم على حد قوله. للمرة الأولى خلال أكثر من عامين ونصف سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في ديسمبر الماضي وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى. وزارة العمل الأمريكية أوضحت أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 1.1% في الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.1% في نوفمبر. وخلال كلمته عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه في الشهر الماضي كانت أقل نسبة زيادة في أسعار المواد الغذائية منذ عامين، وهي مؤشرات إيجابية حول تراجع التضخم. اليوم لدينا بعض الأخبار السارة، أخبار جيدة عن الاقتصاد. على مدار 6 أشهر متتالية كان التضخم في تراجع، وخلال 12 شهرا الماضية تراجع إلى 6.5% هبوطا من 7.1 خلال الشهر السابق، وهذا تراجع من 9.1%. التضخم الآن يسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وفيما يتعلق بسوق العمل الأمريكي، عاد معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 5 عقود عند 3.5%، حيث توفرت 1.7 وظيفة لكل عاطل عن العمل في نوفمبر الماضي. عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض بمقدار 1000 إلى 205,000 بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، ذكرت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نجح في توفير 223,000 وظيفة في ديسمبر، أي أكثر من مثلي العدد 100,000، والذي يقول خبراء إن البنك المركزي الأمريكي يستهدف حتى يثق بأن التضخم بدأ يتباطأ. أعلن معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي أن ارتفاع معدل تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا بلغ 5.2% على مدى عام 2022 بأكمله. وأوضح المعهد أن ارتفاع معدل التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.9% في ديسمبر الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021. كما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1% في نوفمبر الماضي. كما أظهرت بيانات أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3%. وأضاف مكتب الإحصاء أن انخفاض الناتج في الأشهر الثلاثة يعد ركوداً. أظهرت دراسة لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن آلاف الشركات تعاني من نقص في العمالة الماهرة، مما يكلف الاقتصاد خسارة بقيمة 100 مليار يورو. من جانب آخر، ذكر معهد الإحصاء الألماني أن الاقتصاد سجل تباطؤا في 2022 لكن أداءه كان أفضل من المتوقع مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9%. وقال معهد الإحصاء الألماني أن الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من الظروف الصعبة، وكانت تقديرات أولية أشارت إلى وجود ركود في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. تقلصت صادرات الصين بشدة في ديسمبر الماضي مع تباطؤ
الطلب العالمي، في حين تراجعت الواردات أيضا مرة أخرى وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مواصلة الخسائر بعد تراجعها بنسبة 8.7% في نوفمبر الماضي. كما تراجعت الواردات 7.5% الشهر الماضي مقارنة مع انخفاض 10.6% في نوفمبر الماضي. وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 4.2% في ديسمبر الماضي. حذرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد من تجاهل كوريا الشمالية التزاماتها الدولية بشكل وصفته بالفاضح والمتكرر، منتقدة الدول التي تقف خلف بيونغ يانغ وتدعمها. وقالت غرينفيلد إن الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها بيونغ يانغ تجاه القانون الدولي تتطلب المحاسبة، مضيفة أنه إذا لم يكن هناك عدالة فلن يكون هناك سلام. It cannot do its important work. شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان بما يشمل الردع الأمريكي الموسع الذي توفره مجموعة كاملة من القدرات التقليدية والنووية. جاء ذلك خلال لقاء أوستن مع نظيره الياباني في البنتاغون غداة الإعلان عن الانتشار المرتقب لقوة ردع سريع أمريكية في اليابان. وكان أوستن قد أعلن عن نشر وحدة للتدخل السريع من سلاح مشاة البحرية الأمريكية بحلول عام 2025 في جزيرة أوكيناوا اليابانية، والتي يمنحها موقعها الجنوبي والقريب من تايوان أهمية استراتيجية. طالب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بالاطلاع على سجلات الزوار لمنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلين إن اكتشاف وثائق سرية في أحد منازله يمثل خطرا على الأمن القومي، ويمكن العثور على تلك الوثائق السرية أن يخلف تداعيات سياسية سلبية على الرئيس الأمريكي الذي يشدد دوما على التزامه معايير أخلاقية. كما من شأن الأمر أن يعقد التحقيق الجاري بحق ترامب. في خطوة قد تحمل من التبعات ما قد يؤثر على ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية في عام 2024، أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند تعيين مستشار خاص للتحقيق في تعامل بايدن مع وثائق حكومية على درجة عالية من الأهمية. الإعلان جاء بعد ساعات من كشف محامي البيت الأبيض عن أن الفريق القانوني لبايدن عثر على مجموعة ثانية من الأوراق السرية تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس في مخزن بمنزله في ولاية ديلاور، بعدما قال البيت الأبيض في وقت سابق إنه تم العثور على وثائق سرية تعود لتلك الفترة في مركز أبحاث بواشنطن. وزير العدل الأمريكي أوضح أنه عين روبرت هور المدعي السابق في ماريلاند مستشاراً خاصاً لهذه القضية، حيث يتم في بعض الأحيان تعيين مستشارين خاصين للتحقيق في القضايا التي تحتل درجة عالية من الأهمية سياسياً، ويقومون بمسؤولياتهم بدرجة من الاستقلالية عن قيادة وزارة العدل، بما في ذلك جارلاند الذي عينه بايدن نفسه. الرئيس الأمريكي بدوره قال إن فريقه القانوني اكتشف عدداً قليلاً من المستندات ذات العلامات السرية في مناطق تخزين وخزائن الملفات في مكتبته الشخصية بمنزله في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاور، وأضاف أنه يتعامل مع موضوع الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد، مؤكداً على تعاونه وفريقه القانوني بشكل كامل وشامل مع المراجعة التي تجريها وزارة العدل. اللافت في الأمر أن وزير العدل الأمريكي كان قد عين في نوفمبر جاك سميث مستشاراً خاصاً للإشراف على تحقيقات الوزارة المتعلقة بتعامل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية. وبينما يعتزم ترامب الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024، فإن التطورات الأخيرة المتعلقة ببايدن تعني أن الخصمين المحتملين في الانتخابات بايدن وترامب يواجهان تحقيقات من مستشارين خاصين وبشأن قضايا تبدو متشابهة.
تواصلت التظاهرات وعمليات قطع طرق في بيرو، حيث خلفت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة 42 قتيلا على الأقل منذ بداية الأزمة قبل شهر. وأغلق المطار المؤدي إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير في إجراء احترازي، بينما شيع 17 شخصا من ضحايا أعمال العنف في جنوب البلاد. وتجمع المتظاهرون في العاصمة ليما مطالبين باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي وإجراء انتخابات مبكرة. ودعا المتظاهرون إلى المشاركة بهذا التجمع رافضين سقوط ضحايا آخرين ومطالبين بإنهاء ما أسموه بالديكتاتورية المدنية والعسكرية. أعلنت القوات الصومالية مقتل قيادي ميداني بارز من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة القوات الخاصة في مناطق جبلية بمحافظة بري. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن وحدة القوات الخاصة بولاية بونتلاند تصدت لهجوم شنته عناصر داعش الإرهابية على منطقة في محافظة بري، وقتلت قائدا ميدانيا للتنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة لتعقب فلول العناصر الإرهابية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية واشنطن منطقة منكوبة إثر عاصفة شديدة وفيضانات وانهيارات أرضية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية، فيما لقي 6 أشخاص حتفهم جراء عواصف قوية ضربت ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، وتعرضت المنازل لأضرار كبيرة مع استمرار انقطاع التيار الكهربي. ها هي الطبيعة الغاضبة من تصرفات البشر تواصل بطشها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لتلقي هذه المرة بأسلحتها التدميرية على الولايات الأمريكية التي تعرضت لأعاصير ورياح عاتية ودرجات حرارة شديدة الانخفاض راح ضحيتها الكثيرون، كما تسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. يأتي ذلك فيما غطت عاصفة عملاقة منطقة الجنوب الأمريكية وأودت بحياة الكثيرين وسط ولاية ألاباما، حيث مزق إعصار قمعي أسطح المنازل واقتلع الأشجار في مدينة سيلما التاريخية، كما راح ضحية العاصفة أشخاص آخرون في جورجيا. وبعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ، بادر الأخير بإعلان ولاية واشنطن منطقة منكوبة بسبب العاصفة الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية، مطالبا بالمساعدة الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية. من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عواصف مستمرة بما قد يمتد إلى المحيط الهادئ ويثير كميات هائلة من الأمطار والثلوج، مشيرة إلى أن ولاية كاليفورنيا تشهد حاليا هجمات مناخية دون هوادة من الغلاف الجوي لم تشهدها منذ عام 2005. هذا وقد تم إصدار تحذيرات بشأن إجلاء نحو 13,000 من سكان منطقة معرضة للفيضانات في مقاطعة سونوما بشمال سان فرانسيسكو بالتزامن مع إجلاء الآلاف من العديد من المقاطعات. في الفلبين، أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ارتفاع حصيلة قطل الطقس غير المستقر الذي تشهده البلاد منذ 2 يناير الجاري إلى 17 قتيلا. وذكر المجلس أنه تم تسجيل 7 مصابين ومفقودين 2. ومنذ الأسبوع الماضي تسببت منخفضات جوية متتالية والرياح الموسمية الشمالية الشرقية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق واسعة في الفلبين، الأمر الذي أدى إلى تضرر عشرات الآلاف من الأسر وإجلاء حوالي 71,442 شخصا إلى مراكز الإيواء المؤقتة. توقع عالم
أوبئة بارز في الصين أن تستمر ذروة موجة كورونا في البلاد من شهرين إلى 3 أشهر، وأن يتفجر الوضع قريبا في المناطق الريفية الشاسعة حيث تكون الموارد الطبية شحيحة نسبيا. ويتوقع أن يزيد انتشار العدوى في المناطق الريفية، حيث يعود مئات الملايين إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. يبدو أنها معركة لن تحسم الآن، تلك التي تخوضها الصين الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في العالم. فبعد أن تخلت عن سياستها العتيدة صفر كوفيد بشكل مفاجئ، دهمتها موجة غير مسبوقة من الإصابات، وعاد شبح كورونا من جديد يهدد المناطق الريفية الشاسعة ذات الموارد الطبية الشحيحة، مما ينذر بتفجر الوضع في وقت غير بعيد. الرفع المفاجئ للقيود سمح للفيروس بمهاجمة السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويعيش أكثر من ثلثهم في مناطق تجاوزت فيها الإصابات ذروتها بالفعل وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. منظمة الصحة العالمية أطلقت بدورها تحذيرا من خطر حصول موجات تفشي جديدة لفيروس كورونا بفعل متحور سريع الانتشار، وكشفت أنها تنسق مع بكين للتصدي لاحتمال ارتفاع الإصابات مع سفر الصينيين للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يعد الاحتفال به أكبر هجرة سنوية للبشر في العالم. واعتبرت المنظمة أن نقص البيانات الواردة من الصين يمثل تحدياً أمام مسعاها، محذرة من أن متحوراً جديداً معروفاً باسم XBB قد يساهم في زيادة الإصابات. وبرغم الجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتحسين إمدادات الأدوية المضادة للفيروسات في جميع أنحاء البلاد واعتمادها عقار مولنو بيرافير المضاد لكوفيد الذي تنتجه شركة ميرك أند كو والذي سيتم توفيره بشكل عاجل، إلا أن كبير علماء الأوبئة السابق بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينغ غوانغ حذر من أن الوباء الأسوأ لم ينتهي بعد، لتبقى جائحة كورونا أكبر تحد يواجه البشرية حتى ساعتنا هذه. وإلى ملف حياة كريمة، حيث انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمنطقة المستعمرة بالقصير بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 131 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء الفحص ل 26 فحص معملي وإجراء 11 أشعة وسونار، وتم إجراء 16 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. متواجدين لخدمة أبناء البحر الأحمر، بنقوم بصرف العلاج بالمجان، المريض بيقوم بالكشف ثم يعمل تحاليل. عندنا تحديد سكر، وعندنا هيموجلوبين، وعندنا أزمات كبد وكلى، واختبارات حمل. التواجد الدوري هنا في مدينة القصير، احنا قدرنا بقدر الإمكان بحد كبير جدا الحد من أنيميا الأطفال بكشف الدوري عليهم والعلاج المستمر ليهم، وأيضا متابعة السكر وتقليل من مخاطر مرض السكر وعلاج عدد كبير جدا منهم. طبعا قافلة بتعمل ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرقي بحياة الناس، والحمد لله القافلة بتقدم خدمات كاملة متكاملة وكلها مجانية وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والأمانة العلمية. احنا النهاردة هوت في عيادة تنظيم الأسرة بنقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة من استشارات للمنتفعات ثم تقديم الوسيلة المناسبة على حسب ظروف كل منتفعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023-2024، وشدد المركز على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كشفت بيانات للمجهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار وبنسبة أكثر من 23%. هذا وجاء الغاز الطبيعي المسال في المقدمة بقيمة 7.9 مليار دولار ثم الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ثم منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار. زيارات خارجية عديدة وفعالة قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخارج خلال عام 2022، كان عنوانها وقوامها هو تعزيز العلاقات والاحترام المتبادل تحت مظلة المصالح المشتركة. تلك الزيارات شهدت مباحثات هامة مع الدول العربية وإفريقيا حول عدد من القضايا والمشاركة في العديد من الأحداث والفعاليات العالمية. شهدت محافظة مطروح تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة، وتم تزويد مستشفى رأس الحكمة المركزي بستة أسرة عناية مركزة مزودة بأجهزة، كما تم شراء جهاز أشعة مقطعية وأجهزة شفط وأسرة عناية مركزة وجهازي تنفس صناعي. احنا برضو موجودين في مستشفى رأس الحكمة بمطروح لنشاهد رفع الكفاءة والتطوير الذي تم بغرف العناية المركزة بالمستشفى. يمكن النهارده أضيف لغرف العناية 3 سرايا عناية مركزة، أصبح الإجمالي في مستشفى 6 سرايا عناية، ودي يعني طاقة كويسة بإذن المستشفى هنا، بإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي يمكن أضيف لهم 3 بيصبح الإجمالي 6 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى 6 أجهزة مونيتور جديد. أجرى التلفزيون المصري لقاء مع مجد عزت إحدى المستفيدات من مبادرة إزرع لدعم صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نوفمبر الماضي. وقد كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة مجد في مؤتمر التحالف الوطني، وهي من أبناء مركز أبو قرقاس في جنوب محافظة المنيا ومن صغار المزارعين وصاحبة مشروع فول الصويا. نجحت في زراعة فول الصويا مرتين وحققت في المرة الأولى إنتاجية بلغت 1800 كيلوغرام، وتعاقد معها التحالف الوطني. سيادة الرئيس كرمنا وحفزنا أكتر وأكتر، اهتم بينا التحالف الوطني في مبادرة إزرع
احنا زرعنا الفول الصويا السنة دي مرتين، اول مرة في شهر 4 وتاني مرة في شهر 7، ودوا كان سبب من ضمن الأسباب إن إحنا نندفع ونزرع الفول للحال اللي موجود حالياً دلوقتي في العالم كله وفي بلدنا بالنسبة للظروف الراهنة اللي إحنا فيها. فإحنا لما زرعنا الفول الصويا أول مرة جاب طن و800 كيلو، وفي ناس جابت طن و900، وفي ناس جابت 2 طن، والمرة الثانية جابت الأرض طن، يعني كده كويس 3 طن في السنة مش وحشة. تختتم اليوم فرقة أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الإيطالي جوزيب فيردي أوبرا ريجوليتو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا. شارك في الأوبرا أيضا فرقة بالي أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة، ويقام العرض على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وسط أجواء موسيقية هادئة وأداء تمثيلي مسرحي متميز، انطلق على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عرض أوبرا ريجوليتو، أحد أهم أعمال الفنان الإيطالي فيردي، والذي يقدم بمشاركة فرق أوبرا وأوركسترا وكورال وباليه أوبرا القاهرة بمناسبة مرور 154 عاما على تقديمه لأول مرة في افتتاح قناة السويس عام 1869. ما يميز فيردي في الأوبرا دي تحديدا؟ ان هو ده كاسلوب بشكل عام، يعني هو بيركز في التعامل بشكل اساسي مع الصوت البشري واخراج كافه الامكانيات اللي يقدر يخرجها من الصوت البشري. يعني احنا عندنا في فقره صغيره جدا في الفصل الثالث الصوت البشري بيأدي صوت رياح، ودي كانت يعني هذا الاستخدام الوصفي او التاثيري ما كانش يعني متعارف عليه او ما كانش يعني منتشر قوي. دي حاجة. الحاجة التانية هو بيستخدم المساحة الكاملة للصوت البشري. أهم بقى ما يميز العرض إن إحنا كل حاجة جديدة، يعني جديد في إيه؟ بنقدم بطلة من جديدة، بطلة العرض اللي هي البطلة الأساسية، بنت لسه ناشئة، تلميذة في يعني بتدرس في كونسرفاتوار بتاع ماجستير، وسوليست هنا فرقة الأوبرا خدناها. والجميل كمان اللي بيميز العرض ان المخرج برضو شاب صغير، والجميل برضو ان المايسترو لاول مره يقود اوبرا في دار الاوبرا. ريجوليتو قصه استلهمها فيردي من مسرحيه الملك يمرح للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو، والتي تجسدت فيها الحب والقتل والانقاذ بعد ان قرر ريجوليتو قتل الملك الدوق الذي كان يعمل مضحكا له في قصره بعد ان اختطف الدوق ابنته وتعلق بحبها، الا ان جيلدا قررت ان تنقذ الدوق وتقتل بدلا منه بعد ان احبت. هي جيلدا شخصية مركبة، يعني هي بتمثل في الأوبرا البراءة والحب والسلام، يعني بتمثل النفس السوية الطيبة، يعني ما فيش جواها أي نوع من أنواع لا الشر ولا الحقد، اللي هي السمات اللي موجودة في البشر عموما. هي كأنها جاية من عالم تاني جيلدا، وفي الاخر طبعا بتحب الدوق وبتقرر انها تضحي بنفسها عشان الحب. بيبقى في صرامه في الاداء، في دراما، في ميزانسين، قوه في الصوت، في نبره الصوت. موسيقى فيردي موسيقى معقده جدا، ففي طبعا شغل قوي مع الاوركسترا والكورال، محتاج دقه، ونتمنى يعني يحقق يعني قبول عند المتلقي. يعني العرض كويس جدا، يعني اكتر ما كنت متوقع بصراحه، خصوصا الكاستيومز والميوزك وال يعني انا كان في دماغي مثلا حاجه تانية علشان العرض ده في مصر، تمام، لان انا شفت فيديوز ليه في ايطاليا وفي دول تانية، بس لا يعني احسن من المتوقع. انا بصراحه كنت خايفه ما افهمش الموضوع قوي، بس البرفورمانس والاصوات يعني تغير الصوت، وفي حاجه في الاكسبيرينس كده بتخليك تفهم وتحس بالموضوع احلى. يعني أوبرا ريجوليتو تم عرضها في اغلب دول العالم بعد ان خرجت للنور لاول مره في مدينه فينيسيا الايطاليه عام 1851، وحققت نجاحا كبيرا وظلت حاضره لتعلقها بالموت والحب والتضحيه الشخصيه، لتقدم دار الأوبرا المصريه كعادتها
بها لجمهورها كل ألوان الفن والثقافة على مسارحها. محمود جميل، التلفزيون المصري. ولد في مثل هذا اليوم عام 1935 الروائي والمترجم المصري بهاء طاهر الذي أمتعنا بأعماله على مر السنين. الروائي بهاء طاهر حاز العديد من الجوائز العالمية، كما ترجمت بعض أعماله إلى عدة لغات. ختام النشرة، ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. تنفيذا لتوجيهة الرئيس السيسي، التحالف الوطني يطلق أكبر مبادرة إطعام لدعم 5 ملايين أسرة مستفيدة. شكري يلقي كلمة مصر خلال مؤتمر صوت الجنوب تحت الرئاسة الهندية لمجموعة 20، ويؤكد ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع مختلف التحديات. بعد أيام من المواجهات، روسيا تعلن سيطرتها على سوليدار الأوكرانية، وكييف تؤكد أن المدينة ما زالت تحت سيطرتها. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم وإلى اللقاء.